في اقبال كبير قوي من او على معارض اهلا رمضان المنتشره في محافظات مصر، وصل عددها دلوقتي 341 معرض، ده غير طبعا المجمعات الاستهلاكيه والمنافذ المتنقله والسلاسل التجاريه وايضا بعض منافذ جمعيتي. هي شاذلي كمان الاقبال ده لو هنقول بيعكس ايه، بيعكس نقطتين مهمتين جدا، وهي انه السلع متوفره في كل المعارض وفي نفس الوقت عليها تخفيضات بنسب كتير بتوصل ل 30%. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ محمد ابو مندور رئيس قطاع التجاري بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه. صباح الخير حضرتك يا فندم، وفي البدايه حابين نعرف منك اماكن هذه المعارض خاصه في المحافظات، يعني لو حضرتك تقول لنا بس خريطه سريعه الناس تبقى عارفه هذه المعارض موجوده فين بشكل خريطه ايه. طبعا خير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه. والشعب المصري كله بخير الحمد لله. انا بس هكلم سعادتك على شركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه محافظه القاهره ومحافظه الجيزه. تم بالفعل افتتاح معرض اهل رمضان الاساسي الاول في الطلبيه، وجاري فاتح معرض اهل رمضان في ارض المعارض في مدينه نصر. وهناك 313 فرع تابعين لشركه النيل موجود فيهم جزء مخصص لاهل رمضان. تم وصولنا الى 150 فرع داخل القاهره وداخل الجيزه. هذا بالاضافه الى مشروع جمعيتي اللي عدده 512، تم بالفعل امداد 221 فرع منهم على مستوى القاهره الكبرى والجيزه اهل رمضان. نفس السلع المتواجده في اهل رمضان في الطلبيه وفي مدينه نصر وفي مجمعات النيل موجوده في المجمعات التابعه لمشروع جمعيتي. هذا بالاضافه الى هناك 42 سياره متنقله، تم امداد 18 فرع منهم حتى الان بسلع اهل رمضان اللي هي المتوفره: الزيت ب 35، السكر ب 14.5، الرز ب 14.5. هذا بالاضافه الى سلع اخرى موجوده بنفس السعر بنفس التخفيضات ما بين 20 و30%. واحنا الحمد لله يعني تعليمات معالي رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه اول سنه نعملها السنه دي 3 اشهر. تمام. من 1 و2 و3 وان شاء الله البضاعه متوفره حتى نهايه رمضان. طيب ده عظيم جدا. خلينا نسال عن بعض الحاجات اللي الناس بتنزل بره السوبر ماركت ما تلاقيهاش موجوده او تلاقي اسعارها غاليه، بالنسبه للرز، بالنسبه للزيت، بالنسبه للسكر، هل الحاجات دي متوفره؟ وعايزين نعرف من حضرتك اسعارها ايه؟ معلم الزيت متوفر ب 14.5 في كافه المجمعات وكافه مشروع جمعيتي والمتنقلات. الازازه؟ وهكذا السكر الحر برضه متوفر ب 14.5. والرز عندنا الرز الحر ب 14.5. ده اهل رمضان. هذا بخلاف ما يتم بثه يوميا لكافه المواطنين من السلع التموين، السكر ب 10.5 والرز ب 10.5 والزيت ب 25 ومتوفر في كل الفروع. انا بس عايز اسال اللي موجود في المنافذ يا باشا. جميع السلع اهل رمضان والحصص التموينيه متوفره في جميع فروع الشركه. يعني ازازه الزيت يا فندم، معلش، لو المواطن نزل دلوقتي للمنافذ بتاعت اهل رمضان هيشتري ازازه الزيت ب 14.5؟ لا يا فندم، ازازه الزيت ما قلت ازازه الزيت في التموين ب 25 متوفره لاهل رمضان لاخواتنا اللي معهمش بطاقه تموين ب 35 وبوفره. وهناك ارصده مطمئنه داخل مخازننا داخل القاهره. طب ده الزيت معلش الرز؟ نعم. والرز بقى قياسا على الزيت زي ما حضرتك قلت اللي معهوش بطاقه تموين، الرز بقى بكام؟ الرز في التموين الرفيع الحبه ب 10.5 وحصه موجوده، العريض الحبه ب 14.5. ده اللي معاهم بطاقات تموين. ده حر. ما انا بقول لحضرتك السلع، هم السلع الحره في اهل رمضان: الزيت ب 35، السكر ب 14.5، الرز ب 14.5. وهناك وهناك كميات وفيره في كافه تكفي المجمعات ومشروع جمعيتي والسيارات المتنقله. هذا بالاضافه بقى الى المحافظات، كل محافظه فيها من 3 لـ 4 اهل رمضان القطاع الخاص عامله بنفس المستوى. طيب الجوده برضو عشان ناكد على الساده المشاهدين يا فندم، الجوده قد ايه الجوده والكميات برضو عشان نطمن الناس ويبقى معلومات كامله؟ هو هناك اطمئنان شديد دلوقتي من المواطن بالنسبه للجوده داخل المجمعات الاستهلاكيه، لان احنا عندنا جهات رقابيه من الرقابه من الشركه القابضه اساسا قبل ما تخش لازم في قطاعات مقطع الرقابه والجوده. عندنا بالنسبه للحوم والدواجن لازم عندنا في المجازر دكاتره متخصصين للكشف على هذه اللحوم قبل استلامها. الشركه المصريه للحوم عندها دكاتره، واحنا عندنا قطاع الاداره العامه للحوم برضه فيه دكاتره على اعلى مستوى لحمايه المستهلك. عظيم، كل الشكر لحضرتك، وبكل تاكيد احنا هنكون بنتابع بشكل مستمر لمعارض اهلا رمضان عشان نتاكد من توافر السلع ونعرف كمان اسعار هذه السلع في هذه المعارض والمنافذ.
شكرا جزيلا ليك الاستاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه.